وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من استديوهاتنا في القاهرة الدكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مع قراءتنا لهذه التطورات والمعطيات على الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع الجنوب اللبناني، كيف تفسر هذه الخسائر الإسرائيلية المتتالية أثناء محاولاتها التسلل في الجنوب اللبناني؟ تحياتي لحضرتك أخي الكريم. يعني من الواضح أن يعني غطرسة القوة تأتي بتأثيرات عكسية للجانب الإسرائيلي. يعني إسرائيل تتصور أنها بفتح عدة جبهات في توقيت متزامن قد يمثل عامل لاستعادة الردع الاستراتيجي المفقود بالنسبة لها بعد هجمات 7 أكتوبر، وبالتالي بتحاول توضح للرأي العام العالمي والإقليمي والداخلي في إسرائيل أنها تستطيع أن تحرز تقدمات وتحقق أهداف في توقيت متزامن، لكن ذلك له تكلفة ليست بالقليلة. أولا، قدرة حزب الله على استمرار مقاومته يبدد المخيلة أو السردية الإسرائيلية التي كانت بتتصور أنه تم إضعاف حزب الله بدرجة كبيرة. فعلى الرغم من أن هناك يعني أن الاغتيالات السياسية التي قامت بها إسرائيل في صفوف كوادر وقيادات حركة حزب الله تحديدا، وأن ما تقوم به من تدمير للبنية التحتية اللبنانية يمثل نصرة لإسرائيل، لكنه على الجانب الآخر يؤدي إلى تبديد لأرصدة القوة. وده الفرق ما بين جيشين نظاميين في منطقة الشرق الأوسط أريد أن أعقد بهم مقارنة، وهو الجيش الإسرائيلي والجيش المصري. هنا أتحدث عن الجيوش الرئيسية في أقليم الشرق الأوسط على نحو ما تشير إليه مؤشرات توازنات القوة العسكرية، سواء التي تصدر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS في لندن، أو الميليتري بالانس في الصادر عن معهد استوكهولم لنزع السلاح، إن في دولة بتحافظ على صلابة وقوة المؤسسة العسكرية، عدم انخراطها إلا فيما يدعم المصلحة الوطنية، وهو وضع في حالة الجيش المصري، في حين إن جيش آخر يحاول طوال الوقت ممارسة غطرسة القوة وتبديد أرصدته والاعتداء على السيادة الوطنية والقيام بالعدوان على المدنيين. برز ذلك في حالات كثيرة، وآخرها حالة الضحية الجنوبية في لبنان. وبالتالي أنا أعتقد أن الخسائر ده أمر طبيعي، وأعتقد الخسائر الإسرائيلية سوف تكون في تزايد، سواء على صعيد المادي أو على الصعيد البشري. يعني حجم الإصابات في صفوف الجنود ليس بالقليل، وده يعني انعكاسه إذا كان في جزء منه عسكري، لكن على الجانب الآخر هيكون جزء منه على الجانب الاقتصادي، خاصة وأنه بيتم استدعاء جنود الاحتياط من وظائفهم الأساسية، وده بيضعف القدرة والقوة البشرية في إسرائيل بدرجة كبيرة. وبالتالي التأثيرات والخسائر جزء منها عسكري وجزء منها اقتصادي بدرجة كبيرة. النقطة الثالثة هيبقى جزء منها سياسي أيضا، لأن واضح لدى قطاع من النخبة السياسية والرأي العام في إسرائيل أن هذه الحرب اللي هي كانت في قطاع غزة واستهداف المقاومة في الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم انحرافها أو بالأحرى تحولها إلى الجبهة اللبنانية، مرتبطة بتقديرات بنيامين نتنياهو، فلا تعتبر
وفق تحليلي أقرب للمصلحة الوطنية الإسرائيلية منها إلى المصلحة الشخصية لشخص بعينه وهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنه مدرك تماما إن أي محاولات للتوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة ووقف التصعيد في الضاحية الجنوبية بلبنان وتحديدا مع حزب الله يؤدي إلى التوقف فيما يخص التعثر الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب، وهنا أتحدث عن الحرب المرتبطة بغزة، وكذلك الحال فيما يرتبط بدوافع التصعيد المستمر دون وجود أفق للحل والعدوان على لبنان، إلا فيما يخص إطالة الأمد الزمني للمواجهات العسكرية الميدانية لإسرائيل سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان، ومحاولة لنقل ما يجري بإعطابه من هو حرب في الإقليم إلى حرب إقليمية ترتبط بمواجهة ما يطلق عليه وحدة الساحات أو مصادر الإسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، سواء عبر التصدي لحزب الله في لبنان ومواجهة جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن وغيرها. ربما أشرت في إجمالك للخسائر الإسرائيلية من خلال هذا التصعيد إلى ثلاث نقاط رئيسية: الخسائر على المستوى العسكري والمستوى الاقتصادي والمستوى السياسي في محاولتنا لتفنيد ما ذكرت، وبداية بالخسائر في الجانب العسكري، نتحدث عن جغرافيا لبنان، إلى أي مدى ستمثل عائقا أمام هذا التوغل البري دكتور محمد؟ أولا العوائق عديدة. جغرافيا لبنان جغرافيا بالغة الصعوبة، وده اللي أجبر إسرائيل في الانسحاب الإسرائيلي منها في مايو 2000 وعدم محاولة العودة مرة أخرى خلال كل تلك السنوات. النقطة الثانية أن لازال هناك أرصدة قوية لحزب الله سواء فيما يرتبط به حجم القذائف الصاروخية أو حجم امتلاك الطائرات المسلحة الطائرات المسيرة الدرونز سواء الاستطلاعية أو الهجومية، ودي بتحاول طوال الوقت أن تحدث خسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتبدد أي صورة لمحاولة إخراج حزب الله من المشهد عبر استهداف بعض كوادره وقياداته. أما نيجي نشوف تصريحات بنيامين نتنياهو أمس حينما تحدث عن قضينا على حسن نصر الله وخليفته وخليفة خليفته، لأن من الواضح أن هناك استهداف إسرائيلي للكوادر البشرية، وأنا أعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تكون هناك إعداد ونسق جديد من لكن وقوفا عند هذه الاغتيالات دكتور محمد، إلى أي مدى كانت مؤثرة على البنية القيادية لحزب الله؟ يعني لا يمكن إنكارها أنها تأثيرها الكبير، لكن هذا الحزب لا يمكن التكهن بالقضاء عليه، لأن الحزب يجسد فكرة المقاومة بدرجة كبيرة. النقطة الثانية أن هناك مصادر للقوى العسكرية لا زالت باقية في أبعاد كثيرة لم ولن تصل إليها إسرائيل، بما يؤدي إلى القضاء عليها الكامل، ولكن هناك مرحلة مقبلة من إعادة الهيكلة ومن إعادة البناء مرة أخرى، سواء العناصر اللي موجودة في الداخل اللبناني أو حتى العناصر اللي موجودة داخل سوريا. أنا أعتقد أن هناك إعادة هيكلة كاملة، لأن الظرف الداخلي اللبناني يقتضي عودة هؤلاء بدرجة كبيرة، خاصة في ظل الاحتياج إلى ضم وضخ عناصر جديدة في هذا السياق. النقطة المهمة
في ذلك، وهي أن حزب الله يعني في فترات سابقة كان بيتعايش مع مسألة الضغوط التي يواجهها في فترات كبيرة. يمكن كما أشارت حضرتك أن الضغط في المرحلة الحالية هو ضغط مضاعف ومتزايد بدرجة كبيرة، لكن في ظل كل التقديرات القائمة في العديد من الكتابات الدولية والعربية، حزب الله طبعا ليس بعافيته ولن يكون بالحالة التي كان عليها قبل الأحداث، لكنه سيظل قائما على الرغم من التأثر بوضع الاستهداف العديد من كوادره خلال المرحلة عنه. انتقالا دكتور محمد إلى الجانب الاقتصادي، من الخسائر التي يعاني منها الاحتلال جراء توغله أو محاولته التوغل بريا في عدوانه على لبنان، نتحدث عن أن كل مواطن إسرائيلي هو جندي في جيش أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجرد ما يتم استدعائه كقوة احتياط يكون هذا خسارة كبيرة على الجانب الاقتصادي، فهناك الطبيب والمهندس والعامل إذن يتركون مهنهم ويذهبون إلى الجيش، وبالتالي ترسخ لدينا هذه أو ترسخت هذه الاستراتيجية بأن الحروب طويلة الأمد تعود بخسائر فادحة على الاقتصاد الإسرائيلي. وأتساءل معك في ظل تقارير تتحدث عن أن نتنياهو يحصد أكثر من 50% من شعبية التأييد الإسرائيلي له، أتحدث معك حول تفاعل الداخل الإسرائيلي الآن مع محاولات نتنياهو لإطالة أمد الحرب من خلال فتح كل هذه الجبهات. بمرور الوقت أعتقد أن بنيامين نتنياهو بيخسر جزء من شعبيته بدرجة كبيرة. يعني هو كان خلال حرب غزة يعني في مرحلة ما بعدها يختلف في مرحلة ما بعد حوالي مرور 6 أشهر وصولا إلى العام، لأن بنيامين نتنياهو كان بيحاول إن هو أولا يستهدف أو القيام باغتيالات سياسية بما يحرز جبهة شعبية داعمة له ومؤيدة لبقائه لاستكمال ما تحقق، سواء فيما يرتبط باستهداف كوادر لحركة حماس أو لحزب الله اللبناني. لأن الرواية التي يطرحها بنيامين نتنياهو وهي عدم تكرار ما جرى في 7 أكتوبر في قطاع غزة بدخول حركة حماس للعمق الإسرائيلي مرة أخرى، وبالتالي ألا يتكرر ذلك سواء مع حركة حماس أو مع جبهات الإسناد من جبهات أخرى وتحديدا من الجبهة الجنوبية اللبنانية، أو الدعم القادم من الحوثي أو الدعم الخاص من وجود لقوات الحرس الثوري في داخل سوريا أو من الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق أو من القوى الإقليمية الداعمة لمحور المقاومة إيران. وبالتالي هو بنيامين نتنياهو بيحاول يخلق جبهة ليه باعتبار ان هو يخوض حرب بين حروب او يخوض حروب متعددة في توقيت متزامن، لكن هناك قطاع من الرأي العام لكن تأثيره ليس قويا حتى هذه اللحظة، وده اللي بنشوف ان في تراجع نسبي في حركات الاحتجاج في بلدات ومدن إسرائيلية فيما يخص التوصل لاتفاق الأسرى. هو نجح نسبيا، ولو اني اعتقد ان هي المسألة لا ترتبط بنجاح نتنياهو بقدر ما ترتبط بلفت انتباه للرأي العام لجبهة اخرى وهو الجبهة الشمالية. وهناك بعض وسائل الإعلام الداعمة للحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم اللي بتتعامل مع موضوع اتفاق التهدئة في غزة باعتبار أنه قصة قديمة، وأن المهم في هذا السياق هو القضاء على التهديد الأكثر، لأن كما نعلم أن المقارنة بين حركة حماس وحزب الله من ناحية التسليح ومن ناحية التدريب والنزعة القتالية والحجم العددي والأسلحة تصب في صالح حزب الله، وبالتالي نتنياهو بيحاول ان هو يخلق جبهة
داعمة له باعتبار أن هذا التوقيت هو توقيت مثالي ومحفز لقيام إسرائيل بوقف أي تهديد يأتي من جانب حزب الله. نعم. ويستثمر في هذا السياق كما أشرت حضرتك هو حالة الاغتيالات السياسية والاستهداف للرؤوس الكبيرة فيها، حالة الأزمة التي تواجهها لبنان على نحو يجعل أن حزب الله مسؤول مسؤولية مباشرة لجر الدولة اللبنانية. نعم. دكتور محمد، أخرى. ربما استطاع نتنياهو أن ينتشي بهذه المكاسب التي استطاع الحصول عليها نتيجة هذه الاستهدافات والاغتيالات المتتالية في وقت زمني قصير، اغتيال إسماعيل هنية، اغتيال حسن نصر الله، اغتيال عدد كبير من قيادات الصف الأول والثاني وبعض قيادات الصف الثالث أيضا من قيادات حزب الله، أيضا عملية البيجر وغيرها من هذه العمليات التي رفعت أسهمه. لكن خلال هذه الأسابيع وتحديدا الأيام الماضية ما تكبده جيش الاحتلال من خسائر عندما حاول التوغل بريا في الجنوب اللبناني، أيضا عودة عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس للإعلان عن عمليات جديدة ربما كانت قد هدأت وتيرتها، ربما يشير ذلك جميعه إلى أن نحن أمام مرحلة جديدة سيعاود نتنياهو إلى نفس المرحلة التي كان عليها قبل الاغتيالات التي قام بها في صفوف حزب الله وأيضا لإسماعيل هنية القائد السياسي لحماس. هو بالفعل أن هناك ارتدادات عكسية على إسرائيل لاحظناها وسنلحظها خلال المرحلة المقبلة. يعني أولا لم يتم إخماد جبهة المقاومة سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وأنا أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد إنتاج جيل جديد من المقاومين الفلسطينيين، لأن هذه الأراضي المحتلة دايما كما كان يقول الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات أبو عمار هذا هو شعب الجبارين، إن هو على الرغم من حجم الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة وحالة التخويف والتجويع والحصار والترهيب والقتل، إلى أن لا تزال روح المقاومة باقية. وعلى الرغم من أن هناك تصور سائد لدى بنيامين نتنياهو بأن يمكن في تلك المرحلة تصفية القضية الفلسطينية، توسيع الاستيطان، زيادة الضغط على الفلسطينيين، تقليل مسألة التمويل لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن ذلك لن يقضي على روح المقاومة الفلسطينية ما دام الاحتلال باقيا بدرجة كبيرة، وبالتالي واهم أن يحدث ذلك. ولنا أمثلة كثيرة على مدار العقود الماضية التي تفيد بأن المقاومة الفلسطينية لن تموت بل في كثير من الأحيان تقوى. هذه واحدة. نعم. اتفضل. يعني كنت أشرت إلى أن إسرائيل تحاول استعادة الردع المفقود، الردع الاستراتيجي الإسرائيلي المفقود الذي استطاعت حماس وحزب الله وجبهات الإسناد كما ذكرت أن تكسر هذا الردع، وإسرائيل لديها سيناريوهان لاستعادة هذا الردع، إما بالمنع وهو ما قد وقع عبر هذه الاستهدافات من قبل حماس وحزب الله، والردع بالعقاب، العقاب المدمر لهذه الكيانات التي استهدفته والحواضن الشعبية. إلى أي مدى استطاعت إسرائيل أن تنجح في تنفيذ سيناريو الردع بالعقاب؟ أعتقد لم تنجح ولن تنجح. أولا كما يعني سؤال حضرتك حوالين استعادة الردع، هجمات 7 أكتوبر أحدثت هزة فيما يخص نظرية الأمن والردع لدى كل الحكومات الإسرائيلية، لأن إسرائيل بتحاول ترسخ الأمن ليها الداخلي عبر تصدير الردع للجوار الإقليمي سواء كان دول أو فواعل عنيفة ما دون الدول.
نعم. اولا لم تنجح لعدد من الاسباب. اولا المقاومة لا تزال مستمرة في كل الساحات المختلفة، وبغض النظر عن النواتج المرتبطة بالتأثير على الجانب الإسرائيلي بشريا وماديا، وإنما نزعة المقاومة لا تزال مستمرة. نعم. النقطة الثانية، لم يتحقق أي هدف مما طرحه بنيامين نتنياهو منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مرورا بالتصعيد في الجبهة اللبنانية. أولا لم يتم عودة الأسرى، لم يتم منع أي تهديد قادم من قطاع غزة، لم يتم عودة السكان المستوطنين الإسرائيليين إلى أماكنهم، وبالتالي الأهداف اللي حاططها بنيامين نتنياهو لم يتحقق أي منها. والنقطة الأولانية التي تحدثت عنها، استمرار روح المقاومة في سياق وحدة الساحات. النقطة الثالثة، أنه لا يوجد أفق زمني يشير إلى أن ما يجري يحقق أمن واستقرار إسرائيل، بل بالعكس يحقق قدر كبير جدا من تعميق الكراهية في صفوف الرأي العام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن عندما نقارن هناك استثناء إسرائيلي فيما يخص التهدئة الإقليمية. قبل هجمات 7 أكتوبر كانت دول الإقليم، وأتحدث عن الدول الرئيسية، تتجه إلى التهدئة في علاقاتها البينية. أولا دول الرباعي العربي هدأت وتجاوزت الأزمة القطرية بالتوقيع على اتفاق العلا. دولة المملكة العربية السعودية وقعت اتفاق مع إيران برعاية بكين لاستعادة العلاقات، وبالفعل تم تبادل العلاقات على المستوى السياسي. كذلك الحال فيما يخص العلاقات ما بين مصر وتركيا، العلاقات ما بين بعض دول الخليج الإمارات والسعودية مع تركيا، العلاقة ما بين النظام السوري وتركيا، وبالتالي الاتجاه العام في المنطقة يتجه للتهدئة، في حين أن إسرائيل تواصل العسكرة. يعني هنا أتحدث عن نهجين مختلفين، دول الإقليم ككل وإسرائيل في معسكر آخر، معسكر يتجه إلى التهدئة وتجاوز حالة الاستقطاب والعمل على تسوية القضايا الخلافية بالطرق السلمية، في حين أن طرف آخر يتمسك بنهج العسكري.